هاي السنة قديش بده يطلع الموسم كم كيلو؟ هذيك السنة بندورة ضبينا شي 60 كيلو 90 كيلو. خيمة زراعية إلى عندي سنتين ونص، بزرع فيها بندورة وخيار وبتنجان، وإسا زارعة لوبي وبامية، وبعمل منها سلطة وبعمل من وبكبس منها وبمقوا للمونة للبيت. عندنا بالمخيم عدد كبير عاملين خيمة زراعية عشان يستفيدوا منها، لأنه صار يعرفوا شو في فرق بين الأكل الطبيعي والأكل السوق. ظاهرة جديدة على أسطح مخيم عين الحلوة، أكثر من 100 بيت مستفيد من الخيم الزراعية وعم يعيش مثل تجربتنا الحلوة، وهي من تنفيذ جمعية ماشط وإلى أكثر من 5 سنين. ونحن بنزرع بأحواض بلاستيكية وعليها ومحطوطين على ستاندات عالية عشان تحمي الأسطح من النش. فترة السنتين ونص اكتسبت خبرة كتير كبيرة من وراء ورشات العمل اللي عم نحضرها وعم ننفذها بالبيت، وصرت بس أنزل على السوق أميز بين خضرة المنزلية وخضرة السوق، وأفضل الخضرة المنزلية. أنا هسه حاليا عم بس ناطرة اللحظة اللي تطلع الثمار أقطف منها وأحوش منها ووزع منها على خواتي وعجراني ونطبخ منها. وأنا والخيم التانيين عم نتنافس مين بيطلع أكبر عدد. بتعاون فيها للخيمة أنا وجوزي وولادي، وبقطف منا بناكل شيء طبيعي صحي، وولادي مبسوطين بهذا الشيء. المواد أنا في الفاصوليا بدها شي شهر تقريبا بصير الواحد يحوش منه. أول طبخة إلي ها؟ تكرم عيونك، رح أقول لك إياها. أنا كل يوم بكون مثلا باجي من الشغل بكون فاضي، باجي بطلع على الخيمة مسويات بتفقدها، إذا بدها مي بدها بحط لها هاي الحبال عشان بس تطول الشتلين نفتلها عليها وتاخذ مجالها. وكل ما أكون فاضي أنا بطلع بتفقد الخيمة وبشوف شو ناقص الخيمة. بالفعل البندورة اللي عم ناكلها شيء طيب يعني، ومن دون كيماويات ومن دون شيء. حتى صاحبي وصديقي عم بسألني وين حصتي بالموسم، يعني بلشوا يستنوا الموسم يطلع عشان ياكلوا من هذا الموسم شيء طيب. بقولوا لي الشباب انتبه انتبه برو هيك مبتسمين. تعي هون بكليها شوي شوي، انتبه للورقة. كتير بنبسط لما اطلع اشوف امي وبابا عم بيهتموا بالزرع، و واوقات انا بطلع بالسر وباخد بندورة وخيار باكلهم بالسر بدون غسيل. هاي فرصة صحت لي لما انا اكل خضار عضوية. بلش يظهر. بندورة منيح. والله بلش يظهر كده.